الوصفات الممتازة ترتكز على مزيج من المكونات المختارة بكل عناية: زيت نقي، بيض طازج، للحصول على مايونيز متميزة كثيفة ذات مذاق رائع وبدون حافظ. مايونيز فلوريال تأتيكم إلى المنزل لمتعة الكبار والصغار. مهارتنا هي متعتكم، مهارتنا لذوق متميز. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مايونيز فلوريال الجديدة. مشاهدينا الكرام، مساء الخير. يتجدد لقائنا في برنامجكم الأسبوعي، البرنامج الخيري دير الخير، اللي يبث عبر قناة الحياة، قناة كل بيت جزائري. طبعا الاتصال بالبرنامج كما راكم تشوفوا أسفل الشاشة، أرقام التليفون، التويتر، الفيسبوك والإنستغرام. اليوم يرافقني في البرنامج ضيف جانا، واسمه محمد لامين. ماهوش محمد لامين المطرب، لا، هذا محمد لامين ناشط إنساني متطوع أبى إلا أن يعمل الخير. نتعرف عليك محمد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم اختيتو. احنا عندنا صفحة توعوية لنشر الخير والمحبة ما بين الناس، نتشاركوا. كاين مرضى اللي نلحقوا لهم صوتهم عبر صفحة هذه، ونكونوا رابط ما بين المحسن والفاعل الخير. هي صفحة فيسبوك ولا صفحة انستغرام؟ فيسبوك. نعم. كيفاش جاتكم الفكرة باش درتوا هاد انا كي بديت نخدم، خطرة الاولى كاع في حياتي بديت نخدم غارد مالاد. ايوا ما بدي خدمت 7 سنين غارد مالاد، يعني تحس واش راه يعاني المريض واش راه يعاني مالين المريض، ولا كان المريض هذايا محتاج كيفاش يعاني وماليه ويزيد يعاني هو من بزاف مشاكل للدواء، ما كاش هنا كيفاش يداوي، كيفاش يتنقل، شكون يرفدو، شكون يقوم به، ولا كان لاباس به نفس المعاناة تانيك. نفس المعاناة، ولا كانوا لاباس بهم ماديين ما يقدروش يتكفلوا به، يرفدوه، ينقيوا له، سيرتو ولا كان انسان كبير معاه، ولا كان عنده وليد وخدام وما يقدرش، يعني المريض توجور توجور يستحق المساعدة، والمساعدة هذه إنسانية، وحنا واش نديروا؟ تنمية بشرية بطريقة جزائرية تقليدية إسلامية، لا طائفية لا سياسية. ما شاء الله. الله يحفظك. أنا أضم صوتي لصوتك، لأنه أنا فعلا لما أخذت هذا البرنامج، لأنه أنا كذلك عانيت، فما يحس بالجمرة غير اللي يحس عليها. حبيت ننوه على هذا الموضوع. الحالة اللي معنا اليوم جاتنا من بيرتوتا، حالة أحمد عبد الباسط. نشوفوا الفيتير ونرجعوا. لم تتماسك ولو للحظة للتعبير عن معاناتها، وهي ترى فلذة من فلذات كبدها، وهو يحلم بالمشي واللعب والالتحاق بمقاعد الدراسة. إعاقة مهنية جسدية، ذهنية ناقص شوية، بصح يفهم، يحب يلعب، يحب يقرأ، يحب حياته كاع مسكين، هو حب يقرأ، كل ما كان يجي له تخيط اللي كل يحب يروح يقرأ، يرجع الهدي منا ماما شي لي كل طاب نقرأ على 8. جريت به ولا رديت ولا حرش حال، جريت في الغاية في وين يقولوا لي كاين زعما لي كل نديه ليه، بصح مسكين الغالب ما يقبلوش. من بعد كي وصل 16 سنة خلاص قالوا لي فات العوام، يحب يروح يلعب، ماما نروح نلعب، خرجيني نروح نلعب، ساعات نخرج قدام باب هكذايا نخليها ونخاف عليه دراج. مهدي أحمد الباسط صاحب 22 ربيعة يعاني من إعاقة 100%، فهو غير قادر لا على الحركة ولا المشي ولا حتى النظر بطريقة سليمة. 22 سنة
الإعاقة تاعو ملي زاد هو هكذايا، وانا ربي فيه كشغل بيبي ملي زاد هو ياكل يشرب ويرقد. والله غير هو مسكين تشوفي ملي كان ملي دايما شغل ماشي سهله باش تربي واحد 22 سنه شغل بيبي. ركيت الانسان يربي بيبي عامين 3 سنين وبعد خلاص مره تكره 22 سنه ولا نعمل فيه شغل بيبي. وكان نوض صباح نغسلو نبدلو نوكلو كل حاجه لازم انا كلش انا. معاناته مهدي احمد باسط بدأت منذ ولادته وكبرت مع معاناة العائلة ذات الدخل البسيط التي لا تمتلك ما يكفيها للتكفل بمصاريف علاجه الفيزيولوجي. مش أنا حاب يدير لاديكاسيون اوبليجي شغل تعاونه، بصح قالوا لي كان مع سبور لازم ما يحبش كاع سبور. شغل ديجا دوكا كي يحب السبور شغل نحسو كشغل يبدا ظهرو شغل يعوج. قلت لا بوزيسيون اللي ماش يدير سبور لا ريديكاسيون تاع وين يعني صحيحه ماشي كيما في الدار ما ديريلو ماشي كيما سبيسياليتي. فهو بحاجه لممارسه الرياضه للتخفيف عنها ولمساعدته من اجل استعاده حركته رويدا رويدا. انا شوفي وليدي حب الناس يعاونوه باش يسوه لي هو هذا ما كان باش نشوف وليدي يلا كان يمشي على الحصيه هذوك تاع اللي يمشوا عليها محبه كي يولي غير يبوجي برك الدنيا ما فيها خير من الكرسي هذايا. الممارسه تاع الرياضه يخرج يشوف الناس يتلائم في المجتمع يكون عنده حق باش يكون في المجتمع هذا باش يخرج باش يشوف العباد باش راهك شغل محبوس. انا بنا بنا خبي يخرج. اريد ان امشي، اريد ان التحق بالمدرسه. هذه العبارات التي يكررها مهدي أحمد باسط كلما التقى بأحد هي عبارات تعكس ما يعانيه هذا الطفل البريء الذي يحلم أن يفتح عينيه يوماً ويستيقظ من الكابوس الذي يعيشه كل لحظة. ترافق أحمد عبد الباسط الحالة اللي معانا اليوم طبعا الأم هي الوحيدة اللي تعاني وهي الوحيدة اللي تتعذب في حالة ابنها لما يكون تعبان أو مريض أو عنده أي مشكلة. أختي مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء الخير، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم أنتوما. يسلمك ربي يحفظك. نشكركم على الاستضافة هذه. هذا واجبنا، القناة راهي مفتوحة لهذه الحالات. أنا أم عبد الباسط في عمره 22 سنة، 22 سنة وأنا ربي فيكم أين بيبي. يهدرها غير فم هذه الأخر، أنا نوكله ونشرب له أنا كلش كلش أنايا. واش عنده بالضبط؟ هو لازمو لا ريديكاسيون، بصح أنا راني حابة نسعى. ريديكاسيون واش؟ ريديكاسيون تاع الذات تاعو، ريديكاسيون طول عمره. عنده شلل؟ لا ما عنده، هو كان عنده إعاقة 100%. ايوه وصح ماذا بيا راني نسعى وش يقولوا لي وين يقولوا لي روحي باش ماذا بيا كون يديروا له عمليه ولا ما بالي. درتي له تقارير طبيه؟ مازال درت له عمليه في 2013 على لي مسكيلان تاعو الحمد لله كانت فيها شويه يعني ايجابيه. محمد كون فو زيت دون الدومين كيسكو فو كونسيي سيت دام كيسكو فو بوغي لوي دير واش تقدر تقول لها؟ هذا الانسان راه بالك ما قدرتش تعبر ما عرفتش ايه بصح نقول لك ابي بري واش كاين في قلبها. تفضل. هذا الانسان عيات سوفرات عبالك واحد 22 سنه وانت ترفديه وتبدلي له وبالك يحكموه لي زيسكا يقولهم غير لسان خلاصوا الحفاضات تاع الكبار وغالي وما نقدرش ونروح نجري وهم الدار والبنات على بالي وعييتي حبيتي برك ولا حبيتي تشوفيه يمشي برك باش يزيد ينقص عليك شويه ومام طول كبده تاع اليمات ما كاش يمات اللي ما تشوفش وليدها داخل بعروسه ولا ما كاش يمات اللي ما تشوفش وليدها نجح. احنا كامهات كام كي نشوف حاله كيما عباك صعيب طبعاً. انا صعيب تشوفي وليدك يتعذب وما يعرفش وما يقراش وما يقدرش يلحق وسيرتو لا كنتي زواليه وما تلحقيش صعيبه تباني قدام الكاميرا وتطلبي نداء
انا نمد النداء برك للناس الخير. يعطيك الصحه تفضل. المرض كاس مر الناس قاعد تذوق منه، يعطيك الصحه، وكل دار يدخلها وعرف كيفاش تذوقه. يلي مانيش نقول لك انت ما ديرش الخير، ما يزيد اسعى. اللي ما يقدرش يدير الخير يربط، كي تشوف انت قناة كيما هاد القنوات ولا في صفحة تاع فيسبوك ما فيها والو، لو كان تشارك ما فيها والو، في قهوة قاعد قصر مع صاحبك قال شو هاد الكا، بالك هذا صاحبك يعرف انسان الرسالة تمشي. المشكل تاعنا احنا، المشكل تاعنا السلم الاجتماعي ضعيف. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، ضعيف. وربي يحفظه ان شاء الله، وان شاء الله ربي ناس الخير قاعيتك على دار رمضان وداخل عواشر. اللي يحب، اللي يحب يستر ولاده، اللي يحب يستر داره، اللي يحب يحفظ دينه ويحفظ داره ويحفظ ولاده، يدير الخير في هذه الوليات. وماشي غير هذه، كاين الاف الحالات اللي راهم في صمت فعلا. يقول لك لا يأس مع الحياة، طبعا لا يأس مع الحياة، في ربي. وقناة الحياة ما شاء الله فتحت لكم برنامج رائع. للذكر أنا حبيت نقول أنه جاتني مكالمات كثيرة جدا جدا، الناس راي متعاطفة جدا مع الحالات اللي عم يطلعوا معنا، فأتمنى إن شاء الله أنه المشاركة تكون أكبر وأنه المساعدة تكون أكثر وأكثر. نسبة المشاهدة بسم الله ما شاء الله راي وصلت. واش تحبي توصلي رسالة أختي؟ تفضلي. أنا كما يقول لك كل حاجة بيد ربي ونعم بالله. الناس هما ما إلا وسيلة، هما يكونوا، نتمنى يكونوا سبة فيه باش يمشي، باش يفرحوه ويحب. بصح كيفاش أنت كيفاش اكتشفتي المرض ديالو؟ أنا ملي زاد، ملي زاد، ملي زاد خليتي هكذا؟ كي زاد كنت نجري على عينيه، كنت نجري على عينيه باسكو عنده عين واحدة برك يشوف بها، ما يشوفش العينيه. من بعد بشوي بشوي اكتشفت بلي ما يقدرش يقعد حتى شهر ولا. مرض لك كي كان صغير جاتو حمى؟ كي زاد داكور، بلوكال ميناجيت. ميناجيت صح، قولي لنا فهمينا باش المتفرج يفهم. بون، قلتي لي باللي ما رحتيش للدكتور، ما درتيلوش تقارير طبيه؟ لا درت له تقارير طبيه ديجا. ودرت له عمليه في 2013، درنا له على لي مسكيلات تاع الجريح. داروا له ديجا عمليه؟ وقالوا له تابع له سبور لا ريدوكاسيون. كانت تقول لي من شويه باللي راهي حابه دير ريدوكاسيون لوليدها. ممكن الناس تربط ونسيو نربطوا ما بيناتنا ونلحقوك اختيتو. لحقوها عبر عندنا مركز سيدي فرج وقيله. ان شاء الله باذن الله. عندنا مركز سيدي فرج ديال ريدوكاسيون، المفروض يقدروا يعاونوك. قولي لي باباه يخدم؟ يخدم. يخدم. الحمد لله. عنده لا كارت شيفا؟ عنده. هو عنده كارت شيفا. الحمد لله، يعني بالنسبه للادويه وداك الشيء الحمد لله ما عندكش مشكله. عندك غير تاع لا ريدوكاسيون اللي حبيتي ديري له. هذا نداء، هذا نداء لاي حد يحب يعاون هذا الطفل، ما راهيش تطلب حاجه مستحيله. حبيت نركزوا شويه على احمد، نشوفوا احمد. احمد هاك مليح؟ قبيله هضرت معايا، اهدر قولها واش راك حاب. استعطى. هاني هنا حنون، يعني هنا وليدي. استعطى. ايه انت انا. لحدي هذا حاب استعطى. شنو يقدم في اسبوع؟ يقدم روحك للتلفزيون، قدم روحك للمشاهد. واش؟ قالت لك واش راك حاب، قالت لك واش راك حاب. انا تو تنزيني. قولها كيما القطره اللي فاتت، حبيت نمشي، حبيت نلعب. واش تحب تقول محمد امين؟ جاك محمد امين باش يعاونك، واش تحب تقول له؟ هنا هنا شوف منا. قل لي وليدي، قل لي. احمد واش راك حاب، واش راك حاب؟ راك حاب تمشي؟ نهضر معاك. راك حاب دير ديكاسيون؟ انا والله غير يا اختي نقول لك واحد الحاجه، شوفي ما قريتو نختلفوا كاع في الايديولوجي، نختلفوا في الدين، نختلفوا في كلش، بصح والله ما نختلفوا في الانسانيه. مستحيل مستحيل محال. وباش الانسانيه هذه ما نخلقوهاش نضغطوا، هذا الانسان بسيط، هذا الانسان ما راهو يطلب حتى حاجه. لو كان دوك تقول له واش راك حاب، والله ما على باله مسكين. انت ولا تقدر، ولا تقدر، وين راه البروبليم؟ ترفد التليفون تشقى تروح للمركز تاع ريديكاسيون، ولا نروحوا حنا تسهل لنا بلي هذا الانسان تشوف حالته. ما تخممش بلي غير كيفاش لي ديبونس ولا كيفاش راح تستقام لي، خمم هذه تجاره مع ربي راك ديرها. حاجة اللي ديرها لهذا الولد راح ديرها لوليدك ولا لوليد وليدك ولا لوليد وليد وليدك. ما هو المواطن الجزائري بصفة عامة هو أخوك، هو ابنك، هو جارك، هو سندك.
يعني لما تشوف كي يكون عندنا مثلا الحراك او مثلا لما جات جبنا لاكوب الشعب الجزائري الحمد لله الشعب الجزائري يقدر يكون واحد من هذوما والتضامن يخلق الوحده طبعا واحنا الجزائريين فحوله في هذا الشيء فحوله في هذا الشيء حبيت نوه برك ولا كاين كاش اوفتالمولوجا ويشوف فينا ولا دكتور عيون انني خايفه شويه على عينيه يا ريت لو كان تقدروا تاخذوا بعين الاعتبار حاله احمد قولي لي عيني يشوف منهم عنده وحده برك ونسبه قليله والاخرى علاش مغلوقه وشنو احمد قولي لي قصدتي الجمعيات ولا جامي ديتو كيما ديتو درت له عمليه في الواحات شافوا له انا نبلغ نداء الجمعيات الجمعيات تقدر ماشي غير تعاون بالمال ولا تديهم يداوي وعلى برا دوك الناس الخيرهم كاين بزاف صح ولا لا اختيتو انا نطلب نداء من وزاره التضامن الهلال الاحمر الجزائري الجمعيات الكبرى هادوما ياثروا ناس تاع دي غارد مالاد يعرف كيفاش يجي لهاد المراه يدير له خطره في النهار ولا زوج خطرات في النهار ويخدم ناس تانيك ويعلم شباب ينحيهم من الافات تاع المخدرات وتاع الاجرام صح ولا لا تاثروا بسيكولوجي ديال المجتمع المدني لهاد الحالات الانسانيه لانه فعلا الام يعني اكيد ربي معاها ان شاء الله 22 سنه وهي تعاني هذه المعاناه يعني احنا كمجتمع مدني لو كنحطوا يدنا في يد بعض نوصلوا صوتنا خبيسك المراه الجزائريه ماهيش مقهوره غير من طرف الراجل ولا المجتمع تاع البرا راهي تانيك مع روحها اختيتو ايماجيني هاد المراه بالك راجلها يخدم قيس قيس كيفاش راح تقري ولادها ولا قراو كيفاش راح تزوجهم ولا زوجتهم كيفاش راح تداوي هذا الولد تلتها بهم الدنيا ولا هم الولد ولا راجلها كيفاش وبعيد الشرط طول العمر ميم ولا ماتت ما تموتش مرتاحه استغفر الله آه انا لحقت طحت يعني فيك اختيتو طحت فيك كاين انسان عنده زوج دراري اونديكابي مساكن وشريطة توليكوش وزادت مرته مرضت له بالسرطان لا حول ولا قوة عباك ما لقاش واش يدير اختيتو عباك لو كان ما يكونش معاها راجل دوك كبير تحصل هي تاني ان شاء الله ربي يجيب بالخير وان شاء الله اختيتو عندك دراري غير هذا عندك ما شاء الله نورمال ما عندهم والو الحمد لله كيفاش تعاملهم مع اخوهم والله غير يعاملوهم بأحسن معاملة يفضلوه على رواحهم في كل شيء في ماكلة في أي حاجة يفضلوه على رواحهم ربي يحمده شوفي هذا ربي يعطيه لك إن شاء الله يكون سبحانه. طريق الباب الجنة على بالك حتى هو بلاكوش نعم حاشك بلاكوش ماشي معليش ماشي له كلش أنا قلت لك كلش معليش لا حرج في هذا الشيء ربي يشفيه لك حمد وش يحب تقول لي وليدي اهضر مع طاطا قولها لي حاب نمشي مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا اسفل الشاشه عندكم ارقام التليفونات عندكم تويتر الانستغرام والفيسبوك تواصلوا معنا مدوا يدكم عاونونا احنا في امس الحاجه الى مساعدتكم مانيش عارفه محمد انا كنت عارفه انا عشت في مصر ما شاء الله وزاره التضامن الاجتماعي تما عامله دي كونت تهبط كل صباح عاملين توعية بزاف شابة وهذه عاملتها وزارة التضامن الاجتماعي ولمت مبالغ طائلة وسفرت بها ناس مانيش عارفة علاش ما عندناش دي كونت بونكير أنا رحت لمصر تانيك وحاجة اللي عجبتني في مصر صراحة يا أخ تضامن تاع المستشفيات مرضى السرطان علم انهم فقراء ما انهم فقراء وعندهم طبقات والحاله الاجتماعيه تاعهم زيرو طبعا كاريتي. انا مره رحت باش نتبرع باسكو الستاف المفروض ما نتكلمش لقيت طفل صغير مسكين الو قال لي يما مدارت لي شحيحه وتعطيني نص جنيه كل يوم قال لي وفي اخر الاسبوع نجيبه ونحطه في هذا الحساب فاتمنى انه في بلادنا يتعمل اشياء كيما هذه وهذه ماشي ماهيش حاجه صعبه كيما هذه الكراسي المتحركه انا كنت مع انسان طيب تانيك وفاضل جبت له كرسي قلت له واش رايك نبداو بحملات تاع كراسي متحركه قال لي صعيبه وبزاف وما نقدروش كذا قلت له لا اللي تعطي له كرسي نبداو باللي عندهم كراسه مكسرين نمد له كرسي يعطي لك الكرسي هذاك المكسر تخدمه انت تخسر عليه 15000 لاكس وتعاود تمدوا الانسان وتزيد تجيب هذا وهذا وهذا ولينا لحقنا له في هذيك الحمله حتى ل 500 كرسي وكاين ناس ما شاء الله كي شافونا احنا علاش نديروا اللايف
نديروا لايف معناتها تنميه بشريه، معناتها الجان هذاك اللي يكون عنده الفيد يقدر يعاون جاره، يقدر يعاون خوه. هي التوعيه البشريه، التنميه البشريه. كي فهمتني التوعيه البشريه باش هذا اللي جان تانيك يقدر يزيد جروب يروحوا الفاميليا في اللي تروح للبحر. معليش روح للبحر بصح مين داك مين داك، ديروا خرج على برا. يعطيك الصحه. شوفوا الناس اللي راهي محتاجه، اللي راهي عريانه، الناس اللي مقوره كيما هذه الام هذه، ماذا بها تكون لهنا قدام وليدها هكذا، ماذا بها تشوف هذا الولد. معليش راهي مع اهلها ان شاء الله ربي يحفظكم. شوفي رانا حاسين بك اكثر من منك، لانه احنا ما عرفناش انت خلاص يمكن توالفتي يمكن، ولكن الام المتفرجه اللي عبر البيوت الجزائريه تشوف تحس اكثر منك، لانه ما اجمل انه الانسان يكون ضميره صاحي، يكون الضمير ديالو صاحي. يعني حط نفسك في مكان الانسان اللي راهو يعاني هذه المعاناه، ما تقدرش تحس، وكان ما تحطش نفسك في مكانه ما تقدرش تحس. فاتمنى انه يكون مشاركه كبيره، وانا نقعد كل برنامج كل حلقه ان شاء الله ونقول لكم نفس الشيء، لانه لازم نحطوا يدنا في يد بعض. هذا مجتمع فخامه الشعب الجزائري، لازم يكون عندنا شعب نظيف، ما عندناش امراض، ما عندناش مشاكل. ما نقدروش نحملوا المسؤوليه للدوله. الدوله لا تخوض بروبليم، فوز داكور افيك موا. شوفي يعني احنا كمجتمع مدني نقدروا نخفوا بزاف عن عبء الدوله. الاخت تفضل. الجار اللي يكون مريض ويعاني، نعم، جاره يسمعوا اختيته، ما لازمش نقولوا غير الدوله، غير ننتقدوا. معليش انت اخدم بادر، لحق له صوته، سي عاونه، روح عاونه، نقيله، ومن بعدك الدوله هذه كي تشوفك انت مزقم تحشم تخدم ذراع عليها. صح يعطيك الصحه. لا لا الدوله دير واش دير. شوف يعني موضوع شويه طول شرحه، ولكن احنا كمجتمع مدني نعاونوا دولتنا. انا نشوف في بلدان بزاف بزاف البلدان الجمعي، انا دائما اتساءل في الجزائر الجمعيات الخيريه، مع كل احترامي للجمعيات، ولكن معظمهم تلقاهم دي تدفيش، داروا حفله، جابوا فنانين، كرموهم. طيب هذوك الدراهم اللي لميتهم وين راحوا؟ نعطيك مثلا برك في الجزائر العاصمه، يروحوا يخرجوا حملات على زاز ضياف باش يوكلوا المتشردين، وان شاء الله ربي يسترهم هذوك تانيك الفئه هذوك المنسيه هذوك والمحتقره من صفه المجتمع، المجتمع يحتقرها شويه، تديو لهم كاع الماكله على خطره. هذاك الانسان ياكل بواطه زوج ومن بعد يرميها، راك واش درت نتايا؟ راك بدرت ووسخت. علاه ما تروحوش تلموا كل جمعيه، تروح لكاش دشره، تروح لكاش بلاد، تشوف تدي لهم كتابه، توري اللي ما قراش تعلموا اللي. انا لما جيت للجزائر قطعت بكلامك بلاس، انا لما جيت للجزائر أنا هذا الموضوع طرحته في مصر وداروه. هاد الأفراح اللي يومين داروا العشاء والماكل يرموا كلش. قلت لهم يا جماعة، وهذه نوصل لك ليك أنت كشاب، أنا درتها في مصر وتعاملت ونجحت جدا. ديروا جمعيات تاع الشباب يروحوا للعراس، كي يخلص العرس أوقفوا على يدهم، باسكو أنا مرة جي دوموندي دون زان أوتيل، قلت لهم واش ديروا بهذه الماكلة؟ قال لي نرموها. إيه احنا عندنا مشكل هنا في الجزائر، عندنا مشكل احنا كي تكون عندنا صفحة ونطموا مجموعة. كي نروحو نديرو في بلاصه بار اكزومبل الخير، الحمد لله على كل حال، مين داك عراقيل؟ مي عبالك من طرف السلطات يقولك واش جيت تدير؟ وعلاش راك تمد؟ وين راح تدي؟ وين جبت السلعه؟ وين شريت؟ حنا واش ولينا نديرو باش نيفيتيو هاد المضايقات والانتقادات تانيك الهدامه؟ ولينا نديرو رابط، نربط ما بين المحتاج ولا المول الخير. انت ما تقدرش تلحق له، انا نجيب لك هذا الانسان حتى لعندك ويشرح لك، ولا ما قدرتش ما فهمتش هذا الشرح نزيد نديك. ما تقدرش تجيب لهم مثلا، انا مره نقول لك على واقعه حصلت لي. بون ضحكوا عليا بزاف مي جو مون فو. رحت عرس كانوا مدايرين مشوي بوغ 5 بيرسون، يا في دي مشوي كي تي جوتي، ديت واحد معايا نادت اختي تعاير فيا اي تو. كي ركبت في الطوموبيل قلت لها ديني لا غروند بوست. وصلت لا غروند بوست، حبطت لتحتها، حطيت لهم داك المشوي. ما تقدرش تصور ديك الفرحه اللي كانت. شوفي حاجه سهله، راك في الدار عندك حوايج قدم. هذه النابورت جزائري ولا مواطن يغار على خوه المواطن، بيسك الوطني يتبنى بالرجال والرجال بالعلم. صح ولا لا؟ لا صح. ما تنساوش بالتضامن تانيك، لازم احنا كي نوض الصباح عندي حوايج عياني، الخطره في السبت ولا بالجمعه نروح لكاش انسان مريض
احنا عند ما نكذبوش على بعضنا، تدخلي مديد وش مراد الباب الواد اللابوانت العين بنيان لا كاتاستروف ناس مرضى خمم للاقاليم صح. نحكم انسان انا نديه نقيلو ندخلو للدوش نخلصلو شنو كان زميل دوش انا وحبيبي نقيولو نحفولو ندوشولو نطلقوه يدور مام ما تقدر دير له والو وين راح تديه بصح يوميا تنقيلو ولا كل سمانه تنقيلو هذا الانسان ما يمرضش هذا بشر ثاني هذا انسان مواطن مريض يسالف هذا البلاد حقه وحقه شنو شويه برك هذا ما كان لا لا احنا اللي جانتا وعنا خلاص والفنا الانتقاد راك حاب تبان راك حاب كذا هذا كذا مام الجمعيات الجمعيات ولاو يا رمضان يقف في رمضان علاه الجزائري لازم يحل لك باش تعطي له لازم تكسر له كرامته باش تعطي له علاه ما تروحش في السر تخدم في السر فيك. صح ولا لا لا هذا هو الشباب الجزائري والفيديوهات اللي راكم ديروهم ديروهم تورنيه يا خويا وري الجان كيفاش يدير الخير بصح ماشي عيب يا اختي مراه مسكينه بالك راجلها ميت تبكي تعطي لها قفطه رمضان هذا هو الشباب لاشر. الجزائري عيب اختي هذا هو الشباب الواعي هذا هو الشباب اللي حاب يخدم بلاده احنا بكري المراه رفدت المكحله على فرنسا دوكا ولا ترفد كاردي دون ديتي على جلب باش تاكل عيب مطان الله يعطيك الصحه بارك الله مساعده انسانيه وي ماشي كتلحقوا في رمضان تدلها وتانيك تزيد تنقص لها كاين الناس ما يخافوش ربي اختيتو يتاجروا بالخير وهادو اللي تاجروا بالخير دير بال قد ما تسرق راك تسرق مولادك راك تسرق مصحة ولادك راك توكل النار لولادك هذا واش نقدر نقول اللهم اجعلنا مفتاح للخير ومفتاح لل ونعم بالله فعلا نموذج جيل الشباب للشباب الجزائري اختي واش تحبي تقولي اخر كلمه قبل ما نخلصوا شو نقول لكم ربي هو ولي يدير كلش صح هما الناس ما اهل الخير ما هما الا وسيله نتمنى باش يكونوا وسيله في باش وليدي يمشي ان شاء الله ونشكركم شكرا الناس قايتك وان شاء الله ربي كل يدير الخير ان شاء الله قاع يلقى ما طلبت لا باراسيون ما طلبت لا تركيا طلبت ميزون دو ريدوكاسيون اتمنى انه صوت هذه الام يوصل باش نخفوا عليها المعاناه وفي الآخر وليس بيننا آخر لأنه ما زالت الأيام بيناتنا وما زلنا نتلاقى وكل أسبوع راح تشوفوني وكل أسبوع راح نعاون المواطن الجزائري محمد أنا تشرفت بك نموذج جميل جدا جدا ومساعدتني في الحلقة اليوم إن شاء الله إن شاء الله نتعاونوا في الخير نسلمك إن شاء الله ربي يقدرنا على خير وهذا أخونا تاني كما كان بزاف خاوتنا جزاك الله كل خير خوتنا ربي يحفظك ربي يحفظك أنا شوف احنا رابط. كل واحد يوصل كل واحد يوصل رسالته بطريقته انا حابه هذا البرنامج بزاف ربي ينورك سي تري انتريسي بار سو جون ديميسيون محمد انت بزاف بزاف عاوتني في هذه الحلقه خففت عليا اشياء كثيره فاصل ونواصل قدم لكم هذا البرنامج برعايه مايونيز فلوريال الجديده يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مايونيز فلوريال الجديدة مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الحالة الأولى اللي كانت معانا باش نكلموكم عن الحالة اللي معانا الحالة اللي معايا درك حالة حسام هي في الوهلة الأخيرة تحسها بسيطة طفل بسم الله ما شاء الله من اللي دخلنا وإحنا نضحكوا معاه واعي جداً يتكلم تشوفوا من بعيد تقول هذا الطفل ما عنده حتى حاجة ولكن لما قعدت مع أبوه وتعمقت معه وتكلمت في حالة الطفل فعلا حسيت أنه الرضا حاجة من عند الله سبحانه وتعالى طبعا ما زالت أرقام التليفون تويتر اليوتيوب الانستغرام تبلاهم يتبعونا أسفل الشاشة قبل ما نوري لكم حالة حسام حبيت نرحب بضيفنا ضيفنا مميز هو فنان فنان شامل ممثل مطرب هو أمازيغي قبيلي ولكن عندي نقطة مشتركة معاه أنه هو محب جدا للخير وهو اللي كلمني وهو اللي قال لي مدام عبد الحسن نجوز معك لأنه راني حاب نشارك وهذا هو مشاركة المجتمع المدني نخلي هو يعرف نفسه تفضل السلام عليكم أهلا وسهلا بكم كامل محمد عزون فنان جزائري طبعا غني عن التعريف الله يسلمك
وكما سبقتي وقلتي انت يا اسطى في نورمال ما كاش في الجزائريين كاع كيما راهم اللي ما يحبش يدير الخير ولي زالجيريا معروفين بالخير يعني ما كاش فينا اللي تقولي له اللي ما يقدرش بالك لهذا الوليد اللي فريمون الحاله تاعو الحق مقبله في ليكو اللي شفنا خفه الروح شفنا الحاله تاعو لا ساماغون دي تريست فرانشمون دونك يعني نقول لك صراحة بالك مسكين اللي ما يقدر يدير والو يقول لك ربي يشفيه. دوك نعرفوا القصة من أبوه. إن شاء الله. خويا مس الخير مرحبا بك عرف نفسك. أنا عشي العموري. أهلا وسهلا منين جيتنا خويا؟ برج الكيفان. منين جبت هذا الحنون؟ يهبل بسم الله ما شاء الله. هذا هو عينيا. بسم ربي يحفظك. الله غالب. إن شاء الله ربي فعلا فعلا. قل لي خويا واش يعني حسام؟ تشلل دماغي. دماغي. دماغي دماغي تصح دماغه واعيه ما شاء الله يا إيه لا لا تشلج من جاتو بسيكو موتور ما جاتوش بسيكو صح قد في كدي طول اسبانيا يعني عملت له اعاقه حركيه ماشي ذهنيه ماشي ذهنيه هما قالوا لي بلي فيها سلك في الدماغ هذا المرض تاعو يجي ذهنيين و فعلا هو سلك كديتو انا جريت هو زاد هكذا زاد هكذا ما طلعتش الاكسجين ما طلعلوش الاكسجين للدماغ حسام في عند الولاده ما طلعتلوش الاكسجين للمخ فشوفوا واش دارت قل لي شحال من اللي راهو يعاني الطفل من 2012 وانا نجري صح كيفاش فقتوا له يعني كيفاش انت توصل فقت لوليدك باللي عنده هذا الشلل الدماغي فقنا له مع الاول في ثلاث شهور بدا بالشلل الحركي حركي كما كيما نقولوا احنا المره الاولى كي ديتو عند الاطباء عند لي ميدسان قالوا لك باللي عنده شلل دماغي اسك التشخيص نتاع المرض تاعو يعني بان لكم في المره الاولى ولا حتى جريتو عند عده اطباء ولا زرتو عده مستشفيات ولا مثلا مشيتو برا البلاد هذا شغل كي زاد عاش قدره الهيه زاد خمس شهور سبحان الله خمس شهور هذا يا سبحان ما حطوه في لاكوفوز حطوه في لاكوفوز ايه ما كملوش لاكوفوز نورمالمون يديروا له شهرين شهرين قال لك باش يقدر يسلك هما على بها الاخطاء الطبيه اللي راهي اللي راهي تشوفوا يا اللي راكم الاخطاء الطبيه راكم تعملوها لو مونك دو كوفوز ريغاردي سكو في فيت او بوبل الجيريان ريغاردي المهم ودخلت في المعاناه الكبيره بعد وليت انا اكيد درتو في الفيسبوك عيطت لي وحده بجايه قلت لي عندي وليد خويا عنده الحاله كيما تاعك نعطيك لادريس تاع اسبانيا اديتو اديتو اسبانيا اديتو الاولى طاحت لي 4000 اورو شكون عطاهم لك؟ لميت من عند الناس بعد شويه قشي والمراه بعد ذهبها وانت يعني اسك عامل لاباس بك على كل حال اسمح لي شفتك يعني مام انت شغل ذو الاحتياجات الخاصه ذو الاحتياجات الخاصه وانا نخدم في بلدي راك تعرف الخدمه الخلاص تاع البلدي وليت نلم من عند الناس في الجوامع على قطع خلاص واسك يعني لاباس لقيت اقبال تسمى لقيت مساعده ولا شويه حتى سوفريت تسمى سوفريت درت حتى قرض من عند الناس يسلفوا لي ونرجع لهم بشويه احنا على كل حال كيما نقولوا اليوم مادام جينا لهنا الحاله خير الحاجه خيريه محمد قبل ما نكمل واش داروا لك في اسبانيا او داروا له حاجه تشوفي كيف كان عجب الاوبيري اوبيرا داروا له كلش داروا له واحد شكاك داروا له كلش لما ريديكاسيون في مافور مش كيما انا ما كانش هكذا كاع كان حطبه شي شغل نسمعوا حسام شويه ونعاودوا نولوا نشوفوا طلبك حسام تهضر معاك مش الخير حنوني نمسية يا عمري قل لي وش كنت تحكي لي قبيلة عندي تسلل دماغي يا حبيبي يا عمري بس تعرف تغني وتعرف تهدر يا حبيبتي يا ماما فرقت بين اليامات يا عمري ما شاء الله الله يبارك شو قل لي شكون اللي راهو معاونك في حسام شكون هو معاونك فيه الأم الأم مسيرة الأم بارك شكون هو معاون قل لي حسام شكون هو يعاونك في الدار؟ بابا سيدو يا عمري واقفين معنا بابا سيدو واش يدير لك بابا سيدو واش يدير لك؟ يسح الباب وما يغلقش بابه ما يغلقش الباب ديالو كيرقد ماما يغلقوش كي يدوس واش حاب دير؟ حسام نحب نولي الطب واش حاب يولي؟ طب حبيت تكون دكتور نحب مغني تحب واش عرفت تغني هاو معاك مغني هيا واش عرفت تغني
يا يما ما ولقد بينا نيامات يا يما يسجيك. تحبها يماك تحبها موت عليها يا امي. قلت لكم الطفل بسم الله ما شاء الله عنده خف الدم اللي تخز حتى ما يقدرش يحكي تخز انت اسكت حتى ستيلو ما يقدرش يحكي ماما مسكين اسكت بابا ايكوت بابا قالك كيش شو لي دير فوالا تو بار فرونسي فوالا فوالا قلت لك حتى ستيلو ما يقدرش يخدمو في ليكول ما عندوش يقرا يقرا حتى ما يقدرش هو انتيليجون بصح ستيلو ما يقدرش خيز انتيليجون بسلام مام فرحت المدرسة هذا لازم المدرسة خاصة وي مدرسة خاصة وكاين مدرسة خاصة وقيلة في رحنا لها خطرات شافي اوني بارتي بور لي زونفون تاع ذوي الاحتياجات الخاصة وي نشوف لك هذا الموضوع بربي إيه بصح دوك دوك النداء اللي جيت توصلو شنو انا بعث للترك قالوا لي لازم لك العلاج تاعو يستقام لك بعث للترك بعث هضرت معاهم في الفايبر قالوا لي يستقام لك 400 مليون 2018 1000 دولار 18000 دولار العمليه العمليه قال لي تاع العمود الفقري العمود الفقري وقالوا لي ان شاء الله ينجح هذا ينجح ماشي حاله يسمنها ينجح 400 مليون باش حسام اللي حلمه يكون دكتور 400 مليون ولا شيء راكم تعملوهم في عرس في عرس واحد راكم تخصوا اكثر من 500 مليون باش يكون مواطن جزائري حلمه بسيط انه يكمل دراسته انه يوقف على رجليه إن شاء الله. وانه يصبح دكتور محمد وش رايك انا قبل ما نقول لك رايي حبيت نقول لحسام حسام وليدي واش راك تتمنى واش راك تتمنى نتايا تتمنى حسام تتمنى كما قلت لي مقبله في لي كوليس قلت لي نتمنى نمشي ونروح نقرا ونكتب نشد ستيلو ونكتب انا نوجه انا نوجه نحب نولي مغني مغني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله معليش ندير نولي اوقف على رجليك ونردك واش تبغى ميد عن صافي قسمين تجي تلعب معايا فيلم ندوك ندو يلعب معايا ان شاء الله انت اوقف على رجليك ان شاء الله انا السيدة عايدة شوفي من هذا المنبر مادام منبر خيري نطلب من القلوب الرحيمة علما ان الجزائريين عندهم رحمه عندهم نخوه ويغيظهم الانسان وعندهم نخوه حقيقه انا نطلب كما قالت الاخت عايده 400 مليون ما راهي والو رانا في عرسنا نرمو 400 مليون 500 مليون ولا ربما اكثر 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 ماذا بينا اليوم نقدو هذا الانسان ومشي غير هذا كاين حالات كما هو كاين حالات كما هو ولكن ماذا بينا اليوم هذا الولد كما قال الوالد تاعو كما قال الوالد تاعو حبيت تروح للترك يا هل ترى حبيت نسقسيك لقيت توفر هذه القيمه الماليه تاع الترك طبعا مستحيل لا مستحيل معليش ما نضحكوش يا هل ترى اتصلت جهات باش تحوس هذا شفت الناس اسك ناس اسك جمعيات اسك ناس برك اسك الجمعيات ما نروحش ليهم تمسخروا بيا دفعت توصيه شحال من خطره دفعت محمد احنا عندنا اهم الجمعيات نعم عندنا قناه الحياه قناة كل بيت جزائري اللي فتحت هذا المنبر ما تروحوش بعيد اروحوا لعندنا اروحوا لعندنا نعطوكم هاي الارقام تليفون راهي تحت الشاشه التواصل عبر الاتصال عبر التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك انستغرام اتصلوا بينا اتصلوا بينا واحنا نوصلوكم لهذا الاب وغيره انا مانيش ساكته أنا كل أسبوع نطلع عليكم وكل أسبوع نصمت عليكم وعندي ناس ما شاء الله أصدقاء راهم واقفين معايا انجوا نطلبوا الشعب الجزائري وإذا قدرنا نعاونوه نعاونوه وكما قلتي الأخت عايدة قناة الحياة شوفي ديجا الاسم تاعها يكفي الحياة تعطي الأمل سي لافي ما شاء الله بسم الله وما هيش ساكتة ماشي أول مرة يعني أنا يمكن استلمت البرنامج هذا مؤخرا ولكن كان يتعمل فأنا نقول إحنا كمجتمع مدني فنانين محمد وانش عارفة ولاك معايا ولا ما نديروش حفلات تبرعية نعم. نديرو حفلات نمو ونجيبو لي زارتيست يجو كم راهم كاع معانا لي زارتيست في هادشي ما يتأخروش نديرو حفلات ونلمو اونفون لي بيي جيني ويتلموا هذوك الدرام اللي تحطوا لهاد الشباب ولكن المشكله انك ما تقدرش تتكلم في الماديات مادام انت ما عندكش صندوق او حساب بنكي من وزاره التضامن الاجتماعي وانا نوصل لوزاره التضامن الاجتماعي انها تحاول تفتح لنا حاجه باش نعاونوا هاد الناس ما نقدروش نعاونوا يعني واحد يقول لك انا نعطي له 400 مليون يروح يلعب
يلعب بهم ما يداويش وليده كلام صح، ولكن لما يكون تحت اشراف القناه وتحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي راهو عارف واش خرج واش، باسكو هذا الانسان ما يحش يلعب بهذا الدراما هو ولا غيره مستحيل يعني. قول قول اتكلم تكلم دوك انا حبيته يدالش باش من بعدي من بعد كي نموت انا ولا يما لا لا عنده الحق وي دوك يرحم باباك شنو نبيه اختو ما تقدرش ترفدو خوه ولا اخو ما يقدرش والله ما يرفدو واحد والله ما يرفدو واحد والله واحد ما يرفدو انا حبيت نشوفه بعيني يا برك قبل ما نموت نشوفه يمشي ان شاء الله تفرح به هذا واش طالب عند ربي ان شاء الله تفرح به وان شاء الله راهم يسمعوا فينا الناس اللي عندهم الدراهم الناس اللي عندهم الملايير ان شاء الله كيما نقولوا القلب تاعهم يطحن ويساعدونا باذن الله ان شاء الله انا ماذا بي في حياتي حبيت في حياتي ما تبكيش خويا ما تبكيش انا معك انا حبيت في حياتي نشوفه يمشي برك ان شاء الله ما قدي معوج يمشي كيما انا راني اونديكابي مزوج وعندي ثلاث دراري بابا رباني حبيت نتعذب كيما تعذب عليا بابا نعذب على وليدي حبيت نشوفه برك يمشي برك ربي يقدرك ان شاء الله عيب والله العظيم عيب انه راجل يعني كونوا عندكم شويه واش تحب نقول لك خويا ربي معك انا رانا امهات ورانا حاسين بهذه المعاناه اقرا خبش في روحه يقولها يما حبيت نكتب كيما الدراري هاولك يقول له قول لها حسام حبيت نكتب كيما تكتب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بصح هضر مع الناس حسام هضر معاهم هضر مع الناس واش تحب تقول لهم قول ما عطوني بزاف دراهم بقى يا عمري دراهم واش قال هضر معاه عطوك بزاف دراهم بص بزور بزور هاي عطوني بزاف دراهم يعطوني واش دير بهم والله ما نداوي قولها نداوي روحي ما نداوي ما نداوي روحي انا بابا انت نعطيهم لك باش يعاودوا الحياة ويعاودوا الحياة اللي من مواقف ربي يحفظك ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله جينا الحصة هذه ان شاء الله نطلب من عند الناس محسنين اللي يقدر باش يقدر يعاود ماشي غير بدراهم يديك ما يبعثوا للخارج ولا هكذا هذا واش طالب بابا يا ربي طول بابا في العمر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فعلا صافي بليزير ديجا تسمع والله العظيم واحد هكذا يا سي لا لا صافي ان غران بليزير هو ماشي قالنا في الطبيب تاع الدكتور في اسبانيا كي الطبيب هضر معاه قدنا قلنا له عطينا ليسبوار قالنا ما خسركمش دراهمكم هذا الطفل يمشي 90% يمشي بصح يمشي كيدير العمليه قال لك يمشي بصح لازم له امكانيات ما كاش انا ما عنديش لا غالب أقدر. الأب من ذوي الاحتياجات الخاصة أنا ذوي الاحتياج الخاص والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والإمكانيات على قسم واش نديرو يا مجتمع لكن نعرف بلي البنكة تسلف لي ما نحوسش على الناس ما نجيش الحصة راح نسلم البنكة تدخلي المحل تحطي 7 ملايين 8 ملايين باش تشري فيلا دو فيستا دو مارك لا لا البسي عادي وعاوني مواطن كيما مواطن ابنك يقدر يكون ابنك يقدر يكون خوك انتوما راكم ديروا العراس وراكم تدوا بالملايين الجمعيات الخيريه حبيت نكلمك في موضوع الجمعيات الخيريه محمد تفضلي نعم قول لي خويا واش تحس انا نقول لك صراحه يعني الجمعيات الخيريه كاين وكاين كاين جمعيات خيريه احنا ما نتهموش كاع الجمعيات الخيريه كاين جمعيات خيريه حقيقه تحب تخدم الخير ولكن كاين جمعيات خيريه كي بروفيت دو لارجون اونيكمون بور بروفيتي سي تو سكيا مي احنا ماذا بينا اليوم كدوله جزائريه كجمهوريه جزائريه تدير رقابه تراقب هذه الجمعيات احنا رانا نمشوا اليوم كيما نقولوا في لي زوتوروت نلقاو اللي راهم يخدموا في الجمعيات راهم شادين صناديق وراهم يجمعوا المال ويقولوا لك ساعدوا المرضى ماذا بينا حقيقة نساعدوا المرضى بقدر المستطاع تسمى الحاجة اللي يقدر عليها الإنسان ولكن هذه المالية هل ترى حقيقة راه يروح باش يداوي به المريض بارك الله فيك هنا علامة الاستفهام وهنا احنا نطلبوا من الدولة الجزائرية دير رقابة رقابة الجمعيات ما تخليهمش طرونكيل هذه الجمعيات حاله كيما هذه حاله كيما هذه هذا هو هذا هو مفتاح الجنه أكثرها. وما اكثرها انت بالك حضرت برنامج يعني حلقه واحده لا كاين الاف الحالات واصعب من هذه كاين جمعيات قالوا لي اعطيني الدوسي شحال من واحد
المرأة الأخرى كاع المرأة ما حبش تمد لهم، قالت لي خلاص تمد للجمعيات وما بان والو. ما بان والو. والو. وشنو حسام؟ نديرو استراحة. ما عملتيش استراحة. حب الاستراحة؟ نحطو معليش يمشي شوية. يا خي مشي مشي مشي. لحب لحب. راح غني شوية الجمهور يسمعك. الميكرو ما يجيناش يا أخي. لحب الجنة مضى معايداها ومفتاح الجنة. هذا هو مفتاح. هذا مفتاح الجنة والله العظيم. خليه يمشي حب يمشي. حب يقعد. يقدر يوقف. شوية على الحاجة. بسم الله نساعدك فيه. نسجيك يا محمد. سيب خلي وين تحب وين تحب. كيف كسيك سو كورسي ورينا وشنو هاد الكورسي. واش لابس واش لابس واش ما يمشيش واقف. ما يقدرش مسكين. واش هذا واش هذا. هذا ظهره عايش به. لا حول ولا قوة الا بالله. علي ظهر. لا حول ولا قوة. عايش به مسكين. هيا اروح وليديه نحولوا لك. وهذا خدمته له هنا وخدمته له لهنا. خلي معليش هو موالف ياك الاخ. هذا الكرسي هذا خدمته له لهنا في الجزائر ولا برا؟ لا هذا خدمته له هنايا. هنا عنده دي زاتلات اللي شريتهم له تاع اسبانيا. عنده بداوا يكبروا عليه. كبر لازم له الاخر وزيد لازم جدد. لا حول ولا قوه. يا خوتي يا خوتي يا خوتي احنا جزائريين حرام يعني حرام. هذه قل لي عندك كارتشيفا؟ كارتشيفا عندك عندي الحمد لله. لي كوليه؟ لا ليه ما حبوش يخدموا لي. ما حبوش. على قالوا لي صغير استني كبر يعملوا لي كحلوس. اي نودو هنا. يا خلاص ما نقدرش نشوف هذا المنظر. سمحوا لي نشوفك واقف ان شاء الله كسبع. هيا روح نشوف وليدي واقف ان شاء الله. هيا حسام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا خوتي يا خوتي والله العظيم اللي يقدر يجيه النعاس في حاجات كما هذه راهو مستحيل. عاونوا جو سي با ما عدتش نعرف كيفاش نوصل. لا ايوا عاونوا ونوصل كلمتي ونقولها كل مره وما نوقفش. عاونوا لوجه الله. ايدي فو بوفي ايدي. رانا نشوفوا في المحلات نشوف بنات تحط 20 مليون بو اشتي ان جين ولا مع كل ربي يزيد كل واحد. ما راناش نقول لكم لا عيشوا حياتكم بصح فكروا في هاد الناس اللي ماهمش يعيشوا. يا اختي اللي تشري حاجه ب 20 مليون طوموبيل ب 500 مليون شرو طوموبيل ب 80 100 مليون توصلكم. وعاونوا ناس تعاونوا بها ارواح. هذه ارواح بني ادمين. هذه ارواح جزائريين. هذه ارواح فخامه الشعب الجزائري يا ناس. كيفاش نوصل لكم هاد الرسائل كيفاش نقدروا نتكلموا معاكم. تفضل خويا وشك حاب تقول. انا واش حبيت ان المره الاولى قبل ما ندير له العمليه في اسبانيا كي دبر الدرام العمليه الثانيه ما كاش. قلت لي المره قلت لي الذهب تاعي كاع بعتو خلاص ما كاش. قلت له اعطيني الدوسي نروح للصحراء. رحت لحسي مسعود رحت ديت الدوسي تاعي. قال ها واش عندك واش عندك. دبرت 65 مليون كاع صرف غير معاهم 100 اورو. انا ما كذبنيش ربي 100 اورو كاغر والله. لا بوليس اللي فما شافوني هكا. كنت تطلب؟ نطلب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ونشوف نسمع بواحد باللي عنده دراهم نقدر نروح له. رحت مش حال من واحد حداد ورحت له. عاونك؟ ما عاونيش حداد ما عاونيش. رحت للشركات نروح ما خليت حتى بلاصه في الصحراء رحت الحق عاونوني اصحاب الصحراء واصحاب القبائل. القبائل اللي خويا انت راجل فحل ويعطيك الصحة وماشي عيب انك تطلب. ما كانش اللي صابها مسقية. يعطيك الصحة. انه اتمنى انه الاطفال لهم يعقوا في والديهم. شوفوا الاب واش يدير على ابنه. يطلب راح للصحراء وطلب باش يلب. واش درت بدوك الدراهم؟ ها؟ واش درت بهم؟ بدلتهم اورو. نبدلهم في اورو. كي كان الاورو غالي كان رخيص. وبعد طلع الاورو بدا يطلع بطلع خلاص. واش من العام هذه؟ هذيك شوف. Il y a des gens qui souffrent. Ah bah oui. 2012. انا ماذا بيا الدوله نطلب من الدوله برك بالك بريسون شارج على ما يدوش البريسون شارج. والدوله تعمل بريسون شارج على هذه الحالات. الحالات ما تعملش. انا وحده واش قالت لي؟ قالت لي لا عندك معرفه في الرئاسات باش نبعثوا لك وليدك تاع السبيطار نهار لكم الغرمه زاد.
كي كان عمره 6 شهور 7 شهور. قلت لها مواليدي قبل ما تطفر فيه. شحال في عمره دوك حسين؟ دوك عمره 7 سنين، قريب 7 سنين، اكتوبر يقبل 7 سنين. قلت لي لا عندك معرفة في الرئاسات نقدر نبعثوا لك وليدك. قلت لها لكن عندي معرفة في الرئاسات نجي نقابل وحدة كيما أنت يا نجيش. هادوك معليش هادوك الناس محبطين، هادوك الناس ما يعرفوش. وانا طلبت من عند قلت لك ما نحشمش نقول لك الحق، رحت ما خلي حتى بلاصه، ما خليت حتى بلاصه والله العظيم. وحنا ثاني انا نطلبوا معك. لا لا ما فيها والو، انا نطلبوا باش حسام وغير حسام. انا نسمع حاجه برك واحد. نعم، والمواطن الجزائري اسمح لي، المواطن الجزائري من حقه انه يعيش عيشه ادميه، من حقنا نعيشوا عيشة أدمية. مش انت عندك 4 و5 فيلات تكري فيهم، راك تكري في لي فيلا ديالك 4 ايتاج، حط ان ابارتمون 3 مليون بار موا ميتي لو في صندوق باش هاد الاطفال نسلكوهم، ما نقدروش حنا من عندنا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تفضل خويا. قلت لك انا حتى هذو الشريطات قسما بالله ما عطاهم لي، غير شريتهم. شريتها بدراهمك؟ بدراهمي نشري، ولا كان لي واحد يمد لي. واحد من فرنسا شافوا في الفيسبوك قال لي واش خصو، بعت هذه من فرنسا الاخرى، والاخرى شريتها اللي يقرا بها فيها طابله، شريتها ب 6 ملايين باش يقرا. اه باش يقرا 6 ملايين شريتها بدراهمي. حسام راك حاب تقرا؟ حسام تحب تروح للمسيد؟ اه تروح ان شاء الله يطول بابا ربي. كيفاش يقضي حسام نهاره بصفه عامه؟ غير في التلفزيون. بالك تلفزيون برك مسكين. تلفزيون يشوف غير مسكين ما يقدرش. تخرجوه احيانا من داك نخرجوا. اسك ما يقلقكمش هكذا كما نقولوا حنايا شغل اللي تخزك غياب؟ واش تخزك نوني غياب فرانشمون يعني خفيف هكذايا. بصح اسك دي فوا هو ما يوصلش الحاله مثلا كان يكون غير بزاف مع لا تيليفزيون ولا يكون غير في الدار ولا اسك ما يبكيش؟ اسك ما يقلقكش؟ اسك ما دوكا بدا يحس. نعم بدا يبكي يقول ما انا مشيش. اخواني اخواتي هذه اللي بقات ودي فوا شوف هكذا يشوف الناس هكذا وعلى ربي خلقني هكذا على معليش الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وبعد دي فوا نقولوا وقتاش يقول لي وقتاش تمشي؟ قلت له نقول له غدوه تمشي، غدوه تمشي، غدوه تمشي ان شاء الله يمشي ان شاء الله. لا لا يوقف على الحاجه. اخواني اخواتي مشاهدينا الكرام قربنا باش ننهوا الحلقة. الرقم راهو تحت الشاشة أسفل الشاشة، الأرقام اللي راكم حابين تتبرعوا بها موجودة، اللي حاب يتبرع ويتحرك باش ربي يزيد يكثر من جزاته إن شاء الله يجينا حتى للقناة، رانا مستعدين بيبنا مفتوح. وفي الأخير وليس بيننا أخير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شكرا لحسن المتابعة وياريت تكونوا متفاهمين معنا، لكم مني كل تحية وتقدير. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مايونيز فلوريال الجديدة. الوصفات الممتازة ترتكز على مزيج من المكونات المختارة بكل عناية: زيت نقي، بيض طازج. للحصول على مايونيز متميزة كثيفة ذات مذاق رائع وبدون حافظ، مايونيز فلوريال تأتيكم إلى المنزل لمتعة الكبار والصغار. مهارتنا هي متعتكم، مهارتنا لذوق متميز.